السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناء الطلاب، في حلقة جديدة من حلقات مادة الأحياء للصف الأول الثانوي. إحنا عارفين إن شاء الله بكرة عندكم الامتحان التجريبي، وكلكم قلقانين عشان موضوع الامتحان التجريبي، مع إن أنا عايزة أوصيكم الامتحان مجرد تجربة عشان تعرفوا تدخلوا إزاي على الامتحان من التاب، وفي نفس الوقت تشوفوا شكل الأسئلة إزاي. فيعني مش عايزة حد فيكم يقلق خالص، إن شاء الله تبقى تجربة كويسة وما نتوترش ولا أي حاجة. نذاكر كويس معلومات من خلال كل الحلقات اللي إحنا شفناها، تقدروا تراجعوا كل المعلومات اللي احنا خدناها، وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. والامتحان خلاص عرفنا ان هو على الباب الاول بس يا اولاد، يعني الامتحان عندنا ان شاء الله على الباب الاول فقط. طيب، كان في مجموعة من الولاد بعتوا لنا في الامتحان الاخير مجموعة من الاسئلة عايزين نجاوب عليها قبل ما نجاوب. احنا ان شاء الله النهاردة عاملين مراجعة برضو حل اسئلة على الباب الاول والفصل الاول من الباب الثاني، على اساس ان احنا كنا متوقعين ان الامتحان ان شاء الله هيكون لحد الفصل الاول من الباب الثاني، فعملنا مراجعة الاثنين علشان نجهزكم للامتحان. وان شاء الله هتلاقوا فيه روابط عندكم موجوده في الشات، في رابط جايب فيه اسئله المراجعه اللي احنا حليناها المره اللي فاتت على الباب الاول، والاسئله بتاعه المراجعه بتاعه المره دي، وهنلاقي رابط الامتحان على الباب الاول والفصل الاول من الايه من الباب الثاني. طيب، كان في عندنا مجموعه من الاسئله كده عايزين نرد عليها قبل ما نبدا الاسئله بتاعتنا. كان في حد باعت بيقول لي اذا علمت ان ارتباط جزيئين من الجلوكوز يتم في نزع جزيء ما، فإن الصيغة الجزيئية لبوريمر يتكون من أربع جزيئات جلوكوز هي. يبقى أنا دلوقتي بيقول لي أنا عندي دلوقتي أربع جزيئات من الجلوكوز، تمام؟ إحنا عايزين نعمل صيغة عامة كده نعتمد عليها، وكل اتنين جزيء هيرتبطوا مع بعض هيطلع جزيء مية. طيب، الصيغة العامة بتاعتنا اللي احنا عارفينها اللي هي ايه؟ CH2O=N، تمام كده؟ الصيغة دي ناقص هطرح منها عدد جزيئات المية اللي هتطلع. يعني انا عندي هنا كام جزيء مية هيطلع؟ انا عندي اربع جلوكوز، يعني جزيئين مية هيطلع، ماشي؟ يبقى انا عندي هطرح من هنا هوت ايه، يبقى انا عندي كل اتنين جلوكوز هيرتبطوا مع بعض. ثانيه واحده، لا احنا نحسبها، انا عندي كده هوت اربع جزيئات جلوكوز هيرتبطوا مع بعض، يبقى هيطلع لي كام جزيء ميه؟ ادي اول رابطه، ادي تاني رابطه، ادي ثالث رابطه، هيطلع لي ثلاث جزيئات ايه، ثلاث جزيئات ميه. يبقى انا عندي الصيغه العامه، وهطرح منها كام يا اولاد؟ هطرح منها ثلاث H2O. طيب نجربها عملي عشان نعرف التركيب الكيميائي هيبقى بتاع المركب ده ايه. انا عندي الجلوكوز 6، الكربون بتاعه 6، يبقى انا عندي سي 6 دي هنضربها في الاربعة، تبقى 6 في 4 بكام؟ 24، تمام. وبعدين الاتش لما اضربها في اللي احنا ال 12 في 4 يبقى بكام؟ 48. والاكسجين لما نضرب في 6 في 4 ب 24، ونروح عاملين ايه بقى؟ نطرح 3 جزيئات ميه، 3 جزيئات ميه. يبقى انا هطرح كام هيدروجينه؟ 6 هيدروجينات. يبقى انا هنا هنقص من الهيدروجين 6، يبقى بدل ما يبقى 48 هيبقى كام؟ بدل ما يبقى 48 هيبقى عندي 42. طيب، وهطرح من الأكسجين 3، يبقى هيبقى 21. يبقى هنا هو كده هيبقى 42 وده 21. تاني عشان الناس اللي انا دلوقتي بشوف الاول انا عندي كام جزيء ميه هفقده. انا لما كان عندي اربعة جلوكوز عملتها هوت، يبقى هنقص كده هوت عدد الروابط اللي ما بينهم هتبقى ثلاثة، يبقى انا هيطلع لي ثلاث جزيئات ميه. يبقى الصيغه العامه اعملها عادي خالص، وبعدين اطرح منها عدد جزيئات الميه اللي طلعوا. هنا في الحاله دي هي طلع ثلاث جزيئات ميه، يبقى انا هطرح ثلاثة ايه H2O. يبقى انا عندي الجلوكوز الواحد فيه 6 كربون، يبقى 6 في 4 24، وهنا 4 في 12 ب 48، ونفس الطريقه 4 في 6 في الاكسجينه
تبقى 24، هنقص من هنا 3 في 2 يبقى 6، هنقص 6 هيدروجينه بقى 42، وهنقص 3 اكسجينه هتبقى ايه؟ هتبقى 21. طيب نشوف سؤال كمان برضو حد بعد بيسأل عليه. حد بيقول لي إذا ارتفعت درجة حرارة الإنزيم فوق درجة الحرارة المثلى ولكن لم تصل لحالة توقف الإنزيم بشكل تام، فعند انخفاض درجة الحرارة مجددا هل يرجع الإنزيم لنشاطه الكامل أم يكون بنشاط جزئي؟ هو طول ما الإنزيم ما حصلش تغير في شكله، يعني أنا رفعت بس ما وصلتش للمرحلة إن هو بدأ يتمسخ، بدأ يتغير في شكله، يرجع عادي لو خفضت. لكن لو انا رفعت وصلت لمرحله ان في جزء من الشكل بتاع الانزيم كان بدا يبوظ، لا لما هيرجع هيقل النشاط، يعني لو في جزء بسيط بس مش كله باظ خالص يبقى هيقل. يبقى هو هي الفكره درجه الحراره وصلت لايه؟ ما دام وصلت للمرحله ان انا الشكل باظ لا خلاص مش هيعرف يرجع، لكن لو الشكل ما باظش لا يقدر يرجع عادي لنشاط الانزيم عادي. طيب في سؤال كمان بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا عدد انواع النيوكليوتيدات المشتركه ما بين الدي ان ايه والار ان ايه. طيب احنا اولا النيوكليوتيدات بتاعت الدي ان ايه والار ان ايه بتختلف في السكر الخماسي وبتختلف في قاعده نيتروجينيه، فانا مش عارفه هو في السؤال ده قصده اللي هم مشتركين من ناحيه القواعد النيتروجينيه ومن ناحيه القواعد النيتروجينيه. احنا عندنا اكيد النيوكليوتيدات اللي فيها الادنين والنيوكليوتيدات اللي فيها الجوانين والنيوكليوتيدات اللي فيها السيتوزين دول مشتركين، بس كده كده السكر الخماسي مختلف، يعني كده كده السكر الخماسي بتاع الدي ان ايه غير ار ان ايه. فهو لو هو بيتكلم من ناحيه المشتركين من عند القواعد النيتروجينيه هيبقى عندي النيوكليوتيدات اللي فيها الادنين والنيوكليوتيدات اللي فيها الجوانين والنيوكليوتيدات اللي فيها السيتوزين. طيب في حد بيسال بيقول لي تعمل الثقوب الموجوده في الغشاء النووي الغشاء النووي على ايه؟ على ان هي تسمح ان الار ان ايه خروج الار ان ايه للسيتوبلازم لتخليق البروتين. هو في اختيارات، الاختيار الصح طبعا ان احنا زي ما عارفين ان الار ان ايه هيتكون من مين؟ هيتكون من الدي ان ايه، وبعد ما يتكون من الدي ان ايه يتنسخ من شريط الدي ان ايه يبتدي يتحرك عن طريق الثقوب ويروح على السيتوبلازم عشان شغله بيبتدي يعمله داخل الايه السيتوبلازم يا اولاد. يبقى ايه اللي هيحصل عن طريق الثقوب اللي في الغشاء النووي؟ هينتقل الار ان ايه للسيتوبلازم عشان يبدا في تخليق الايه البروتين. في سؤال بيقول لي يتكون السنتريون من كم من الانيببات الدقيقه؟ احنا قلنا عندنا 9 مجموعات وكل مجموعه ثلاثيه، يبقى لما هنضرب 9 في 3 يبقى 27 من الانيببات الدقيقه. يبقى السنتريون الواحد فيه 27 من الايه؟ من الانيببات الدقيقه. نبدا بقى الاسئله بتاعتنا النهارده كده، ان شاء الله عايزاكم كده تشاركوني فيها. طيب السؤال الأول عندي بيقول لي في بعض التفاعلات الأيضية تتكون جزيئات كبيرة من جزيئات أصغر كما هو موضح في الأشكال المبينة، ما الوحدة الفرعية للمونيمر التي تتجمع لتكوين النشا في التفاعل الأيضي؟ زي ما أنتم شايفين كده أنا كونت بوليمر اللي هو النشا، عايزين نعرف المونيمر بتاعه إيه؟ يا ترى السكروز ولا الجلوكوز ولا الجلايكوجين ولا السليلوز؟ عايزة بقى أبتدي كده نشوف الإجابات بتاعت الناس. يا ولاد انا منتظره اجاباتكم. برافو يا مريم، جلوكوز حبيبه، جلوكوز. محمد اسماعيل جلوكوز، برافو يا انس. جنى جلوكوز. في حد بيسال على اللينك؟ اللينك ان شاء الله هينزل في اخر الحلقه يا ولاد، ما نقلقش اللينك هينزل لنا في اخر الحلقه بتاع الامتحان وبتاع الاسئله. في حد بيسال على تركيب عديد البيبتايد؟ تركيب عديد البيبتايد بيتكون من اتحاد مجموعه من الاحماض الامينيه، هو ده عديد البيبتايد، مجموعة أحماض أمينية ارتبطت مع بعض عن طريق روابط بيبتيدية كونت إيه؟ عديد البيبتايد. برافو يا سلمى الجلوكوز، برافو يا جنى، برافو يا محمود، برافو عليكم ما شاء الله كذا حد. السؤال هو سهل وواضح فعلا، الوحدة بتاعة بناء النشا هي إيه؟ هي الجلوكوز اللي هو سكر إيه؟ سكر واحد. خش على السؤال اللي بعده. بيقول لي ما الوحدات الفرعية للمونيمر الذي تتجمع لتكوين البروتين في التفاعل الأيضي؟ كان لسه بيسألنا على سلسلة عديد البيبتايد، شايفين السلسلة اللي زي كده؟ دي سلسلة عديد البيبتايد. ها ما الوحدات، ايه الوحدة الفرعية للمونيمر التي تتجمع عشان تكون البروتين؟ اسمها ايه؟ هل يا ترى الليبيدات ولا الجلوكوز ولا الأحماض الأمينية ولا البيبتين ولا السيلوز؟ هنبتدي نشوف الإجابات بتاعتكم.
حد قايل السليلوز مريم؟ ركز، احنا بنتكلم على البروتين. تمام، كله كتير. انت بتكتب البيسة ازاي؟ اكتب في الصفحة، انا شايفاك بس انت مش كاتب اسمك. في حد بيسأل حالة سؤال كده، اكس فإن عدد ذرات الكربون تساوي عدد ذرات الهيدروجين. لا، في السكر الأحادي عندنا ذرات الكربون نص عدد الهيدروجين، علاقة ما بينهم الهيدروجين ضعف الكربون، أو الكربون نص الإيه هيدروجين. اللي في الامتحان التجريبي حد بيسأل، قلنا الباب الأول بس. في حد بيقول لي ليه مش السلولوز؟ ازاي السلولوز وحدة البناء؟ احنا قلنا وحدة البناء المونيمر حاجة عمالة تتكرر، السلولوز ده سكر عديد زيه زي النشا، لكن وحدة صغيرة اللي بنته هي ايه؟ هي الجلوكوز. على فكرة هي برضو اللي بانية السلولوز، وهي برضو اللي بانية النشا. ماشي، حد بس برافو. السؤال ده الأحماض الأمينية، الأحماض الأمينية. ماشي أنس، دودو. ماشي يا أنس برافو. سارة لسه ما عرفش في السؤال الأول، بتقولي الجلوكوز. ركز يا، احنا بنقول البروتين. ملك برافو، الأحماض الأمينية. محمد إسماعيل، جنى، ماشي الأحماض الأمينية. حبيبة برافو عليكم. يبقى احنا زي ما احنا كده رجعنا على حاجتين، عندنا نشا، عندنا سيلولوز، عندنا جلايكوجين، الوحدة اللي هتبنيهم هو الجلوكوز. طيب عندنا بروتين سلسلة عديد البيبتايد، الوحدة اللي هتبنيه هي الأحماض الإيه؟ الأحماض الأمينية، الحمض الأميني هو اللي هيبنيه. خلاص، طيب نشوف السؤال اللي بعده. يعرف الايض، احنا خدنا الايض او التمثيل الغذائي، نبص كده انهي واحد فيهم اللي ينفع التعريف بتاع الايض. يا ترى الايض هو مدى سرعه فقدان الشخص للوزن، يا ترى الايض هو مدى سرعه الجسم في هضم الوجبات، يا ترى الايض هو اجمالي مدخلات الطاقه مقسوما على اجمالي مخرجات الطاقه في الكائن الحي، يا ترى الايض هو مجموعه التفاعلات الكيميائيه التي تحدث في كل خليه في الكائن الحي، ولا الايض هو مجموع كل الطاقه المفقوده في الكائن الحي. نشوف الاجابات بتاعتكم، يا ريت احنا نركز كده في الأسئلة اللي احنا بنحل فيها دلوقتي، واللي عايز يسأل حاجة ممكن يبقى إن شاء الله في نهاية الحلقة. جانا بتسألي على السؤال اللي أنا كنت بشرحه، الجلوكوز يا جانا ست كربونات، احنا معروفة عندنا احنا دارسين الجلوكوز ست كربونات. ولو احنا اتكلمنا بصفة عامة من ناحية الصيغة الجزيئية بعيدا، اللي هي الصيغة اللي قلنا CH2N ال CH2O كل N، وتطرحي عدد الايه؟ عدد جزيئات الميه. طيب نشوف السؤال دوت. ها ماشي، احنا لسه ما حدش بدأ يحل السؤال ده يا ولاد. سين 3 كله لسه كاتب لي الجلوكوز والاحماض الامينيه، احنا في سين 3. حد قايل لي الدال. ماشي يا انس، معلش بقى حد بيسأل بيقول يرجعي تاني يا مس. كده كده الأسئلة إن شاء الله هبعتها لكم، هبعتها لكم على الرابط ما تقلقوش. ها جنى بتقول ده دال. تمام يا جنى وأنس. ها دال. ها حد تاني، مريم. الرابط هتظهر يا مريم في آخر الحصة إن شاء الله ما تقلقيش. ها يبقى الإجابة صح زي أنس وزي جنى ما قالت وزي دودو ما قالت، برافو عليكم، هي دال. يبقى إيه هو الإيد؟ هو مجموع التفاعلات الكيميائية اللي بتحدث داخل الإيه؟ الخلية الحية. تمام يا حبيبة، برضو حبيبة بتقول دال. نشوف السؤال اللي بعده. الصورة دلوقتي يا أولاد بتوضح لنا إيه؟ بتوضح لنا شكل الإنزيم، أدي شكل الإنزيم عندي، وفي مجموعة من الركائز اللي إحنا بنقول عليها المادة الهدف. تعتقدوا أنهي ركيزة فيهم تنفع ان الانزيم يرتبط بيها؟ يا ترى الف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ خدوا بالكم في الاختيارات هنا ايه الاختيارات، يعني هو الف عاملها جيم وباء عاملها باء وجيم عاملها دال، فانا عايزه انهي اختيار صح، الف ولا باء ولا جيم ولا دال. ويا ريت تركزوا بس معايا دلوقتي في ان شاء الله في اللي احنا بنحله، وبعد كده لو في حد عايز يسال حاجه في الاخر يبقى يسال. ها السؤال الرابع، حد بيقول باء ولا بيقول على السؤال اللي قبله؟ حد بيقول دال. تمام، عمر بيقول دال، محمد اسماعيل بيقول دال، برافو عليكم. دال اللي هي طبعا مين؟ اللي هو الشكل ألف.
ده اللي هو سلمى برضو بتقول ده اللي هو الشكل ايه مريم، برافو يا مريم. يبقى ده اللي هو الشكل ألف. لا بس في مريم رمزي بتقول لي جيم، جيم ازاي يا مريم؟ بصي كده انا عايزة حاجة تمسك في الانزيم ده يا ولاد، لازم شكلها يتفق مع شكل الانزيم. مين اللي ينفع يرتبط مع الانزيم ده؟ ألف. ألف لأن شكلها كده يتفق مع إيه؟ مع شكل الإنزيم. يبقى لازم الركيزة أو المادة الهدف في الشكل بتاعها يتفق مع شكل الإنزيم. يبقى الإجابة الصحيحة اللي هي ده اللي فيها الإجابة مين؟ الشكل مين؟ الشكل ألف. ماشي تمام. في كذا حد إيه، حد بيسأل على الإيد. إيه ده؟ هو عبارة عن تفاعلات كيميائية بتحصل داخل الخلية الحية. ممكن التفاعلات ده يبقى فيها تكسير روابط عشان أطلع طاقة اللي هي الهدم، أو إن أنا بربط جزيئات مع بعض عشان أعمل جزيئات كبيرة اللي هو ده البناء. طيب نشوف السؤال اللي بعده. الشكل اللي قدامي ده عامل لي حتة نظرية القفل والمفتاح اللي بتحصل ما بين الإنزيم والمادة الهدف أو الإيه أو الركيزة. طيب بيسألني إيه الحرف اللي هيمثل لي الإنزيم يا ترى؟ زي ما أنتم شايفين في عندي حرف ألف، في عندي حرف باء، وفي عندي حرف جيم. وبعد ما نخلص هنعرف التلاتة ايه، بس انا في الاول دلوقتي عايزة الحرف اللي بيمثل الانزيم. هل هو يا ترى الف ولا باء ولا جيم؟ يلا خليكم معايا في السؤال رقم 5، منتظرة الاجابات بتاعتكم. ها السؤال رقم 5 يا ولاد. تمام، لسه الناس بتقول في سينا 4. تمام، ان هو يكون الشكل ألف اللي هو في دال. ماشي، انا عايزة بقى السؤال الجديد. ها الإجابة ايه؟ ايه الحرف اللي هيمثله؟ ترى هو ألف ولا باء ولا جيم؟ أنس بيقول باء اللي هي الإجابة، يعني الحرف اللي هيمثله ألف يا أنس قصدك. زياد سمير هيقول إحنا عايزين نتفق نقول الحرف اللي هو الإجابة الصحيحة ألف ولا باء ولا جيم ولا دال وبعدين نقول. ها يعني أنت يا زياد مش فاهمة، ألف اللي هي ألف دي ولا ألف اللي هو الاختيار ألف؟ أنس بيقول باء، الاختيار باء. ماشي يا أنس. حد تاني، جنى بتقول لي جيم، أحمد بيقول الإجابة دال. الحرف ألف قصدك على الحرف اللي بيمثله ألف ولا الاختيار ألف اللي هو جيم؟ هو زي أنا مش عارفة انتوا الدنيا. هو الاختيار الصح اللي هو بقى يا ولاد اللي هو ألف، يبقى ألف عندي ده هو الإنزيم. زي ما انتم ملاحظين شكله ما اتغيرش من اول التفاعل لحد اخر التفاعل، فضل زي ما هو. هو دخل في التفاعل شكله ما اتغيرش. زي ما مين اللي ارتبط بيه ده؟ اللي ارتبط دي الماده الهدف او الركيزه زي ما اتفقنا. بعد شويه الماده دي اتغيرت لحاجه تانيه وطلعت لي حاجه جديده اللي هي جيم اللي هي النواتج بتاعت التفاعل. باخد بالي الحرف الف ده بيمثل الانزيم اللي زي ما انتم ملاحظين هل حاسس بيه اي تغيير؟ لا. لكن المادة المتفاعلة اللي هي المادة الهدف اللي دخلت في التفاعل دي اللي هي عندي باء دهيت، ايه اللي حصل لها؟ حصل تفاعل بمساعدة الإنزيم زود من سرعة تفاعلها فنتج عندي نواتج التفاعل اللي هي ايه؟ اللي هي جيم. يبقى أنا عندي الإنزيم هو ألف، وعرفت إزاي؟ إن هو شكله ما اتغيرش وفضل شكله ثابت طول الإيه؟ طول الوقت. طيب نشوف السؤال اللي بعده. يقول لي إيه يحفز إنزيم الكتاليز التفاعل الذي يقوم بتحليل بيروكسيد الهيدروجين إلى الماء والأكسجين؟ يوضح التمثيل البياني مقدار الأكسجين الناتج مع الزمن الذي يحدثه خلاله هذا التفاعل باستخدام الكتاليز أو بدونه. الكتاليز ده هو ماشي. أي من العبارات الآتية يصف بصورة صحيحة المنحنى البياني الموضح؟ يبقى أنا عندي الزمن وبيبين لي كمية الأكسجين اللي عمالة إيه؟ اللي عمالة تطلع. ده في وجود كتاليز اللي هو باللون الفوشيا ده واللي باللون الاورنج ده هو في عدم وجود الكتاليز. يا ترى بقى ينتج التفاعل مزيدا من الاكسجين في وجود الكتاليز ولا ينتج التفاعل مزيدا من الاكسجين في حاله عدم وجود الكتاليز، ولا ينتج التفاعل الاكسجين بمعدل اسرع في وجود الكتاليز،
ولا ينتج التفاعل الأكسجين بمعدل أسرع في حالة عدم وجود الكتاليز، ولا لا يوجد ارتباط بين معدل إنتاج الأكسجين ووجود الكتاليز؟ ها إيه الإجابة يا ترى؟ ألف ولا باء ولا جيم ولا دال ولا هاء؟ نقرأ السؤال كده كويس ومنتظرة إجاباتكم. ده يا ولاد السؤال اللي احنا فيه دلوقتي، الإجابة إيه؟ ألف ولا باء ولا جيم؟ مريم بتسأل إيه هي نظرية القفل والمفتاح؟ بصي يا مريم، الإنزيم والمادة الهدف شبه القفل والمفتاح. أنت عندك هو في مفتاح معين، القفل ده ما ينفعوش إلا مفتاح معين يشتغل عليه، بالظبط كده. الإنزيم ما فيش إلا مادة معينة بيشتغل عليها، فهو نفس الفكرة، لازم اتنين يتوافق شكلهم مع بعض عشان يقدر الإنزيم يساعد المادة الهدف في حدوث التفاعل. فهي دي نظرية القفل والمفتاح، يعني لازم شكلهم يتفق مع بعض زي ما شفت كده في الرسم. انت فاتح الشات اللي بيسألني ازاي افتح الشات؟ انت فاتح فعلا، لو عندك اي حاجة ابعتها. انت بتقول جي برضو، ويا ريت تكتب اسمك. زياد بيقول الإجابة باء، حد تاني بيقول الإجابة باء، ينتج التفاعل مزيدا من الأكسجين. في حد بيقول لي جيم، أحمد بيقول لي باء، ينتج التفاعل مزيدا من الأكسجين. ريس بيقول دال، لا يوجد ارتباط. في حد بي بيقول لي جيم، ينتج معدل أسرع. ها في برضو بي بيقول لي جيم. محمد أحمد بيقول لي دال، رحاب بتقول لي دال، أميرة بتقول لي باء، ينتج مزيدا من الأكسجين. ها زيادة سمير بيقول لي دال، في حالة عدم وجود الكتاليز بيدي أكتر. سناء بتقول لي جيم. طيب بصوا تاني يا أولاد كده معايا على الرسمة، نبص تاني. أنا عايزة أشوف هو في النهاية، هو دلوقتي ايه اللي حصل؟ التفاعل، ينتج التفاعل الاكسجين بمعدل اسرع في وجود الكتاليز، ولا ينتج التفاعل الاكسجين بمعدل اسرع في حاله عدم وجود الكتاليز، ولا ينتج التفاعل مزيدا من الاكسجين في حاله عدم وجود الكتاليز، مزيدا من الاكسجين في وجود الكتاليز؟ انتوا الاجابات متركزه تقريبا في باء وجيم. هو كل الحكايه احنا لو ركزنا ان هم في الاخر ايه؟ ان هو بيدي التفاعل، ينتج التفاعل الاكسجين بطريقه اسرع في وجود الكتاليز. يعني احنا زي ما اتفقنا الانزيم كل اللي بيعمله ان هو ايه؟ هو ما بيغيرش في نواتج التفاعل ولا كميه نواتج التفاعل، هو كل اللي بيعمله الانزيم ان هو بيزيد من سرعه التفاعل. يبقى انا لو بصيت كده اهوت هلاقي ان سرعه التفاعل عندي اكتر وادى اكسجين اسرع في حاله وجود الايه؟ وجود الكتاليز. يبقى كل اللي بيعمله الانزيم يزيد من سرعه التفاعل دون أن يتأثر أو يؤثر في نواتج التفاعل. وكل الحكاية إن هو بقى أسرع التفاعل، التفاعل عندي بقى أسرع، يبقى الإجابة الصح عندي اللي هو جيم، ينتج التفاعل الأكسجين بمعدل أسرع في وجود الإيه؟ في وجود الكتاليز. يبقى الإجابة عندي هي إيه؟ هي جيم. فهمنا ليه؟ كل اللي بيعمله الإنزيم في التفاعل إن هو بيزيد من سرعة التفاعل، ما أثرش على النواتج. فكل الحكاية زي ما انتم شايفين الرسم ده وده، ده ماشي صحيح التفاعل حاصل وده حاصل، بس ده حاصل بطريقة ايه؟ بطريقة أسرع. فالأكسجين طالع أسرع في حالة ايه؟ وجود الكتاليز اللي هو الايه؟ الإنزيم. نخش على السؤال اللي بعده، يقول لي كيف ساهم سيرودور شوان في تطوير النظرية الخلوية؟ شوان عمل لنا ايه في النظرية الخلوية؟ يا ترى استخدم شوان مجهرا لفحص قطعة من الفلين وجد أنها تتكون من حجرات صغيرة سماها خلايا، ولا وجد شوان أن جميع الكائنات الحية تتكون من خلايا، ولا درس شوان أنسجة النباتات ووجد أن النباتات تتكون من خلايا، ولا استخدم شوان العدسات لصنع مجاهر بسيطة يمكن من خلالها رؤية الكائنات الحية بتكبير يفوق 200، ولا أشار شوان أن الخلايا الجديدة في الكائن الحي تنتجها خلايا موجودة سابقا؟ نفكر كده، هو شوان عمل لنا ايه؟ يعني نسترجع كده العلماء اللي احنا خدناهم اللي كان ليهم دور في النظريه الخلويه، اللي كان من ضمنهم شوان. شوان عمل ايه؟ ان يا ترى الف ولا باء ولا جيم ولا دال ولا هاء؟ انا عايزه محمود وعمر، في عمر بيقول باء بس انا مش عايز اعرف دي الاجابه.
وجنى بتقول ألف، هل انتوا بتقولوا على السؤال ده؟ يا ريت نكتب رقم السؤال كده. سين 7. ها حد بيقول لي ألف، دودو بتقول ألف وجيم. أنا مش عارفة انتي قصدك على السؤال ده. منا بتقول هاء. ها ها احنا كده. سلمى بتقول جيم. شوان هو قال ان أنسجة النباتات تتكون من خلايا. ايوه يا سارة اجاباتك بتوصل. ها مصطفى، مصطفى النشا سلسلة كبيرة من الجلوكوز يا مصطفى. طب مش مطالب ان انت تعرف الرمز الكيميائي، انت تعرف بس ان هي بتتكون من مجموعة من جزيئات الجلوكوز. مالك مش فاهم السؤال؟ السؤال 5، احنا عايزين في السؤال 7. مروان احنا ردينا على نظرية القفل والمفتاح، وقلنا ان القفل والمفتاح ان شكل الانزيم لازم زي فكرة ان انا لازم المفتاح ينفع مع قفل معين عشان يركب. اهو بالظبط كده، الانزيم ينفع مع مادة معينة علشان خاطر يقدر يشتغل عليها. حد بيقول لي باء يا ولاد، انا عايزاكم تركزوا معايا. آية بتقول لي جيم. اللي فاتوا سؤال ممكن يرجع له في التسجيل بعد ما تخلص الحلقة، ممكن نفتحه ونبص عليه تاني لو حد كان عدى عليه سؤال. سين 5، احنا عايزين سين 7 يا ولاد. سين 7. ها ألف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ مروان لو أتمنى إن أنت بتقول على دي باء. ماشي جيم جيم جيم. ها انتوا بقى احنا شكلنا نسينا. بص يا ولاد احنا عندنا روبرت هوك كده، نفتكر روبرت هوك هو اللي جاب قطعة الفلين دي هي وفحصها وسمى الحجرات الصغيرة خلايا. عندنا فان ليفن هوك اللي عمل مجهر بسيط تكبيره كان بيوصل لحد 200، يفوق ال 200. عندنا فيرشو هو اللي قال ان الخلايا الجديدة بتنتجها خلايا موجودة سابقا. طيب عندنا مش شوان اللي درس انسجه النبات، ده شلايدن اللي درس انسجه النبات ووجد ان النبات بتتكون من خلايا. وفضل ايه بقى لشوان؟ فضل الحيوان، فقال ان الحيوان بيتكون هو كمان من خلايا. بالعقل لما شوان وصل ان الحيوان بيتكون من خلايا والنبات بيتكون من خلايا، يبقى في الاخر ايه؟ يعني التوصل اللي وصل له شوان وصله لايه؟ ان كل الكائنات الحيه بتتكون من خلايا. يعني شلايدن قبليه اكتشف ان النباتات بتتكون من خلايا، جه شوان اكتشف ان الحيوانات بتتكون من خلايا، يبقى معنى كده هوت ان جميع الكائنات الحيه تتكون من خلايا. يبقى الاجابه الصحيحه ب. يبقى شوان لما هو اكتشف ان الحيوان بيتكون من خلايا، يبقى لما هو يبني على كمان ان شلايدن قال ان النباتات بتتكون من خلايا، يبقى كل الكائنات الحيه بتتكون من خلايا. يبقى شوان بعد ما وصل ان الحيوان اكيد وصل، ما دام ان كان في النبات هو كمان بيتكون من خلايا، يبقى جميع الكائنات الحيه بتتكون من خلايا. يبقى الاجابه الصحيحه هي ايه؟ هي ب. انا عايزاكم تركزوا شويه معايا، انتوا مش عاجبيني النهارده يا ولاد. طب نشوف السؤال اللي بعده. اي مما يلي ليس احد الاسس التي بنيت عليها النظريه الخلويه. انا عندي كده هوت مجموعه من الاسس، قولي لي مين هي الاساس اللي ما اتبنتش عليه النظريه الخلويه. احنا نفتكر النظريه الخلويه ونشوف مين اللي مش تبع الاسس بتاعتها. الخلايا هي اصغر التراكيب الموجوده في الكائن الحي. جميع الكائنات الحيه تتكون من خليه واحده او اكثر. جميع الخلايا تنشا من خلايا موجوده سابقا. الوحده الوظيفيه الاساسيه لجميع الكائنات الحيه هي الخليه. ايه اللي مش موجود عندي من اسس النظريه الخلويه في الكلام اللي احنا قايلينه ده هو؟ ها يا ريت كده نسيب بقى الاسئله اللي فاتت. حاضر يا شهده، بقول اسمك وركز في السؤال اللي احنا فيه. السؤال السابع كان محمد قايل عليه جيم. لا يا محمد احنا عرفنا ان هو باء. شهادي كانت برضه قايلة عليه جيم. لا هو بقى يا ولاد، علشان جميع الكائنات الحية بتتكون من خلايا، لأن هو استنتج إن الحيوان بيتكون من خلايا. عايزين بقى السؤال اللي هو رقم 8، يا ريت الناس تكتب 8 كده وتقول لي إجابته إيه. عبد الرحمن بيقول لي باء. أنت بتتكلم على السؤال رقم 8 يا عبد الرحمن؟ نورة بتقول لي باء. جميع الكائنات الحية تتكون من خلية واحدة أو أكثر. انت داخل على الشات فعلا، بس انت اكتب اسمك. كريستينا بتقول لي باء. انا عايزه اعرف انتوا كلكم هنا. انس بيقول لي باء. حد بيسال على الالفا بيتا، الالفا جلوكوز والبيتا بيبقى فيه اختلاف كده في الشكل الفراغي وارتباط الاتش والاو اتش فيها، بس مش عليكم يا انس، فما تلخمش نفسك بحته الالفا والبيتا دي هي. ايوه شايفه. ها الف خلايا أصغر. أنا عايزة أعرف شهد، أنت بتقولي ألف على الإجابة رقم 8.
حد لسه بيقول لي 7 يا جماعة، احنا بسملة، احنا في 8 بسملة، وبسملة 7 كان باقية بسملة. نعم يا مريم، هتقول حد يجاوبني. ها ايوه يا زياد، الاجابة بتوصل. التسجيل تدخلي عليه تاني، يعني انت مجرد ما نخلص الحصة وعايزين تشوفوها تاني يا اولاد بتدوسوا تاني، بيدخلكوا على الحصة عادي، ما تقلقوش. الحصة بتفضل تقريبا يوم او يومين موجودة، فلو في حاجة عدت مني ممكن أرجع لها. الإجابة باء، الإجابة باء. هل الإجابة على السؤال اللي إحنا عندنا؟ نورة بتقول لي باء، أنس بيقول ألف، مريم بتقول باء، رحاب بتقول جيم. يا أميرة أنا شايفاك يا أميرة، ابعتي الإجابة يا أميرة. إحنا في سين ضحى، أخيرة ضحى قالت ألف ومريم قالت ألف، تمام، وزياد قال برافو عليك، وفعلا هاي أخيرا الحمد لله الإجابة الصح فعلا. إيه، ودودو بتقول ألف برافو، وعلي بيقول ألف، ومريم بتقول ألف، برافو عليكم. الخلايا مش هي أصغر التراكيب الموجودة، إحنا جوه الخلايا في تراكيب أصغر منها، يبقى ده مش جوه النظرية الخلوية. اللي عندي كل الكلام الباقي ده جوه النظرية الخلوية. الكائن الحي ممكن يكون خلية واحدة أو أكتر، الكائن الحي موجود من خلايا موجودة سابقا، الوحدة الوظيفية للكائنات الحية هي الإيه، هي الخلايا. يبقى كل دي هي الأسس بتاع النظرية الخلوية، ما عدا رقم إيه، رقم ألف. برافو يا مريم، محمود برضو بتقول لي ألف، وآية أيمن برافو. الخلية فيها تراكيب أصغر، برافو يا جنى، وضحى برضو بتقول ألف. نخش على السؤال اللي بعده، يقول لي كيف ساهم روبرت هوك في تطوير النظرية الخلوية؟ درس هوك الأنسجة النباتية وأثبت النباتات مكونة من خلايا. أشار هوك إلى أن الخلايا الجديدة في الكائن الحي تنشأ بواسطة خلايا موجودة سابقا، استخدم عدسات لصنع مجاهر بسيطة تكبيرها 200. أثبت هوك أن جميع الكائنات الحية مكونة من خلايا، استخدم المجهر لفحص قطعة من الفلين، وجد أنها تتكون من حجرات صغيرة سماها خلايا. السؤال ده شبه اللي فات بس على عالم تاني، اللي هو مين؟ اللي هو روبرت هوك. يا ريت تكون أسرع كده في الإجابات إن شاء الله. ها أنا عايزة سين 9، لسه الناس في 8 وقايلين ألف، تمام يا أنس، ماشي ماشي يا شهد، صح 8، عايزين 9 بقى يا ولاد. محمد إسماعيل يلا نشد حيلنا. برافو يا جنى، هي صح، تمام في 8، عايزين 9 يا ولاد، 9 9، احنا كلنا لسه نكتب في 8. ايه الإجابة الصحيحة بتاعت 9؟ 8، برافو يا كريستينا، ألف ماشي، 9 بقى، 9، انتوا متأخرين ليه عني؟ كله إلى الآن كاتب لي على 8. محدش لحد دلوقتي كتب سين 9، بسملة بتقول ألف، ألف على ايه يا بسملة؟ على 9. انت اكتب اسمك، اللي هو بيقول محدش بيرد عليا، اكتب اسمك واحنا هنشوفك. يعني انت بتقول انا اكتب بس اسمك الاول وانا هرد عليك. مريم بتقول الف، الف على دي سين 8، احنا عايزين سين 9 يا مريم. نورة بتقول دال، عايزين سين 9 يا ولاد. ها خلاص بقى عدينا 8 وعايزين 9. الاجابة الف يا مروان، انت بتقول على 8 ولا 9؟ ها احنا عدينا يا ولاد، خلاص 8 كانت ألف وخلاص عديناها. ها وفي لسه حد بيقول لي أنا عايزة 9، محدش لسه بيجاوبني على 9 ليه؟ أيوة يا أحمد، أحمد أيوة أنا شفت إجابتك يا أحمد. ها حضرتك شايفة الإجابة بس مش شايفة اسمك، أنت في حد من غير اسم اللي بيسأل ده. 9، 9 هاء يا ضحى، تمام 9 هاء أخيرة الحمد لله، تمام. سهام، لا فكري شوية سهام. لفحص، برافو يا جنى. ميرا برافو يا ميرا، برافو برافو جنى، ماشي. شهد برافو، برافو عليكم يا ولاد فعلا هو. وعمر برافو يا عمر، وسلمى هاء، وحبيبة تمام. يبقى احنا فعلا الإجابة عندنا الصحيحة هي هاء، إن هو استخدم المجهر عشان يفحص قطعة من الفلين ولقى حجرات صغيرة سماها خلايا. ازاي بقى ساهم أنتوني فان ليفن هوك في تطوير النظرية الخلوية؟ نفس الكلام بقى، ها مش هنكرر، هو تقريبا بيكرروا نفس الكلام، بس انهي واحده بقى فيهم الصح، الف ولا باء؟ يعني هو استخدم اشار ان الخلايا الجديده جات من خلايا قبل كده، ولا فحص قطعه الفلين، ولا استخدم عدسات وعمل مجهر تكبيره 200، ولا جميع الكائنات بتتكون من خلايا، ولا درس انسجه النباتات وقتها بتتكون من خلايا؟ عايزين بسرعه كده ونشوف اجابه السؤال ده. هو ها يلا يا ولاد، الإجابة رقم سؤال 10،
تمام. هو ناس كتيرة ما شاء الله مش مجاوبين، أنس وكذا حد على 9 تمام. ها عايزين 10 بقى. ماشي يا أحمد. هاء. ماشي يا أحمد صح، الإجابة السؤال اللي فات كان هاء يا أحمد. ماشي. ها ها عايزين 10 بقى يا ولاد. 10 ألف ولا بي ولا جيم ولا دال ولا هاء، وبسرعة يا ريت. 10. احنا لسه ليه متأخرين في؟ ماشي يا مريم انتي جاوبتي 9. 10 اهو تمام يا أنس. 10 جيم. ماشي يا أنس برافو. 10 جيم برافو يا شهد. جنى برافو يا جنى. من برضه بنقول التسجيل هنشوف يا منى بعد ما نخلص. عايزة تشوفيه تاني دوسي عليها تشوفيه تاني. ماشي. سارة ركزي يا سارة، انتي بتقولي رقم ألف، ركزي يا سارة. 10 جيم برافو يا عبد الرحمن. ماشي يا أنس برافو. جانا تمام فعلا. الإجابة الصحيحة يا أولاد هي إيه؟ هي جيم فعلا. فان ليفن هوك زي ما احنا عارفين عمل مجهر تكبيره بيصل لكام؟ ل200. نشوف السؤال اللي بعده. أي مما يلي يمثل تسلسل الأحداث الصحيح لتطور النظرية الخلوية؟ بص كده، النظرية الخلوية اللي عندنا دي اتطورت ازاي؟ هل يا ترى الأول صنع واستخدم مجاهر بسيطة، تحديد جميع الكائنات الحية تتكون من خلايا، إثبات أن النباتات تتكون من خلايا، إدراك أن الخلايا الجديدة تنشأ من خلايا موجودة سابقا؟ صنع واستخدم مجاهر بسيطة، أثبت أن النباتات تتكون من خلايا، إثبات أن جميع الكائنات الحية تتكون من خلايا، أدرك أن الخلايا الجديدة تنشأ من خلايا موجودة سابقا. أثبت أن النباتات تتكون من خلايا، أثبت أن جميع الكائنات تتكون من خلايا، صنع واستخدم مجاهر بسيطة، أدرك أن الخلايا الجديدة تنشأ من خلايا موجودة، صنع واستخدم مجاهر بسيطة، أدرك أن الخلايا الجديدة تنشأ من خلايا موجودة سابقا، أثبت أن النباتات تتكون من خلايا، إثبات أن جميع الكائنات الحية. ركز كده، التسلسل اللي احنا كنا بنحكي عليه أنهي تسلسل فيهم الصح؟ تسلسل لحد ما وصلوا لكل أساسيات بتاع النظرية الخلوية، أنهي تسلسل فيهم صح؟ يا ترى ألف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ ها سؤال رقم 11. سؤال 10 كتير. ماشي أوكي جيم برافو. احنا عايزين ناس لسه متأخرة في الأسئلة اللي فاتت. ماشي خلينا بقى في 11 يا ولاد. ها ماشي، يبقى احنا السؤال رقم 11. ايه الإجابة الصح في السؤال رقم 11؟ تمام. أنس بيقول لي باء، ومحمد إسماعيل بيقول لي باء، في حد تاني مش كاتب اسمه بيقول لي جيم. أنس بيقول باء. ماشي جنى بتقول باء. ماشي يا أنس. في أنس طلبة، في 2 أنس تقريبا، أنس سيد وأنس طلبة، الاتنين بيقولوا باء. وجيني بتقول ألف. هو غالبا يا رؤى الامتحان هيبقى كله اختياري، بس برضه هتعرفوا ان شاء الله بكره. يعني هو في الغالب هيكون كل الامتحان اختياري، بس برضه يعني ما تحددش لحد دلوقتي شكل الاسئله، بس غالبا هتبقى ايه، هيظهر بكره يعني ان شاء الله. جنى بتقول باء تمام. كريستينا، كريستينا انت بتتكلمي على السؤال رقم 9 اهي، احنا في 11 دلوقتي يا كريستينا. تمام يا ولاد، هي فعلا زي ما انتوا قلتوا الاجابه باء. اول ناس بتاعت الميكروسكوبات اللي هو كان روبرت وفان ليفن هوك، بعد كده هو جه عندي شلايدن وقال لي ان النباتات بتتكون من خلايا اللي هي تاني حاجه. بعد كده هو جه شوان، طب ما النباتات بتتكون من خلايا ولقى ان الحيوان بيتكون من خلايا، يبقى جميع الكائنات الحيه بتتكون من خلايا. بعد كده هو جه فيرشو واكتشف لي ان ما فيش خليه حيه تنشا الا من خليه حيه ايه اخرى، وان الخليه كمان هي وحده ايه الوظيفه. يبقى الاجابه الصحيحه باء، ماشيه فعلا بالتسلسل. عمل مجاهر، اكتشفوا ان النباتات، اكتشفوا ان كل الكائنات، وقالوا ان الخلايا الحيه بتتكون من خلايا حيه كانت موجوده ايه سابقا. نشوف السؤال رقم 12. ازاي بقى شلايدن، ماتيس شلايدن، في ساهم في تطوير النظريه الخلويه؟ يا ترى وجد شلايدن ان جميع الكائنات تتكون من خلايا، ولا درس شلايدن انسجه النبات وجد ان النباتات تتكون من خلايا، ولا استخدم العدسات وعمل الميكروسكوب لتكبيره 200، ولا فحص قطعه الفلين، ولا قال ان الخلايا بتتكون من ايه خلايا؟ يلا سين 12. سين 12 يلا يا ولاد.
مش يا سارة، معلش يا سارة، يمكن انت بتكتبي متأخر، مش بقول اسمك يا سارة، سارة محمد صبحي، علشان بس انت يمكن بتوصلني الإجابة متأخر يا سارة. أنس راجع الأخصائي يا أنس اللي عندك المدرسة، وهو خليه يدخلك على المنصة بكرة إن شاء الله. يعني ارجع للأخصائي التكنولوجي اللي عندك في المدرسة وخليه يشوف لك لو في ايه المشكلة اللي عندك، مش عارف تدخل المنصة ليه. ماشي يا سارة، جاوبي بقى بسرعة يا سارة واحنا هنقول اسمك. ماشي يا مريم، مريم. طب انت يا مريم بتقولي بقى على هنا؟ ها ماشي يا مريم، مريم بتقول بقى على سؤال 12. ماشي، ضحى بتقول بقى، مارينا بتقول على سؤال 10 جيم. احنا بقينا يا مارينا في 12 دلوقتي. نور على ايه، صح او غلط؟ تمام. شهد بتقول بقى، يوسف بيقول جيم. يوسف على سؤال 9، احنا عدينا يا يوسف سؤال 9، احنا دلوقتي في سؤال 12. اوجيني بتوصل الاجابات يا اوجيني، وقلت قبل كده اجابتك. سين 11 اجابة دال. احنا يا ريت يا ولاد احنا دلوقتي في 12. توني بيقول باء، احمد هاشم بيقول باء على 12، عبد الرحمن بيقول باء، تمام. روان بتقول باء، جنى بتقول باء، سيف بيقول باء. برافو عليك، برافو عليك، وصح طبعا. شلايدن هو اللي قال على ان الانسجة النبات وجد ان هي بتتكون، وانا استولبه، تمام تمام يا جنى، تمام يا شهد، برافو برافو برافو، ما شاء الله، وحبيبه، برافو عليك يا اولاد. فعلا ان الاجابه الصحيحه باء، شرايدن اكتشف ان انسجه النباتات بتتكون من ايه، بتتكون من خلايا. شوف السؤال اللي بعده، كيف ساهم بقى رود فيرشو في تطوير النظريه الخلويه؟ اخر واحد بقى، يا ترى عمل عدسات ومجاهر، ولا قال ان الخلايا الجديده جايه من خلايا موجوده سابقه، ولا درس انسجه النبات ووجد ان انسجه النبات بتتكون من خلايا، ولا استخدم مجهر وفحص الفلين، ولا اكيد اكيد بقى اخر حاجه احنا ما قلناهاش، ها، ولا ان جميع الكائنات الحيه تتكون من خلايا. سريعا بقى، سؤال رقم 13، ها يلا يا اولاد. سين 13 ايه، الف ولا باء؟ انا في لسه احنا الناس بتكتبه، عزة اللينكات هتلاقيها في اخر الحصة يا عز ان شاء الله. انسجة، برافو يا، هو حد بيقول لي السؤال الرقم 12، تمام، بس انت مش كاتب اسمك، انا عايز اقول اسمك وانا مش شايفة اسمك، اكتب اسمك. بس ما انا بتقول باء، احنا لسه في ناس في السؤال 12، احنا عايزين السؤال 13. ها سؤال 13 يا ولاد، ها مروان، تمام، كل دول الصح كانوا بيجاوبوا السؤال 12، تمام. احنا عايزين سؤال 13 بقى. بسملة ليه متأخرة علينا؟ بسملة بتجيب لي السؤال الإجابة متأخر شوية. بصي يا سارة، انت ظاهر ان انت بتقولي يا مس قولي اسمي. ماشي يا سارة، انا مش بشوفك ان انت بتجاوبي، اكتبي الإجابة وانا هقول اسمك يا سارة. ها 13 باء، توني، تمام. ضحى 13 باء، ليليان 13 باء، برافو. سيف 13 باء، جنى 13 باء، في حد تاني مش كاتب اسمه برضو اي الباء، وانس وسهام وحبيبه، برافو عليك، وفعلا 13 باء. فيرش هو اللي قال لي، وفاطمه، برافو يا فاطمه، وعمر، ما اعرفش الاجابه بتوصل، بتوصل يا عمرو، اكتب الاجابه. واميره رمضان قالت باء، تمام، برافو عليك، وفعلا يا اولاد. وسلمى الاجابه الصحيحه باء، هو فيرش اللي قال لي ان اي كائن حي بيتكون من ايه، اي خليه كائن حي جت من ايه، من خليه كانت موجوده ايه، موجوده سابقا. شوف السؤال اللي بعده، مين العالمان الذين ساهم في تطوير نظريه الخلويه؟ وجد ان الكائنات الحيه تتكون من خلايا. مين اللي كلامهم مع بعض توصلوا في الاخر ان جميع الكائنات الحيه بتتكون من خلايا؟ يا ترى فيرشو وشوان، ولا فيرشو وهوك، ولا شلايدن وشوان، ولا هوك وفان ليفن هوك؟ نفكر مع بعض، في اتنين علماء كلامهم مع بعض جمع لي ان جميع الكائنات الحيه بتتكون من خلايا. مين العالمين دول يا ترى؟ فيرشو وشوان، ولا فيرشو وهوك، ولا شلايدن وشوان، ولا هوك وفان ليفن هوك؟ ها يلا يا ولاد، جبت السؤال ده هوت اخر، ها شكلنا كده ممكن يكون ده اخر سؤال معانا في الحلقه، ان اوشك مع وقت الحلقه ان هو يخلص. اخر سؤال رقم 14، سؤال رقم 14، سريعا كده يا ولاد، ها سؤال رقم 14، ها تمام. جنى، توني بيقول لي باء، ثانية، توني بيقول لي جيم، تمام.
وأنس بيقول لي جيم، وجنى بتقول لي جيم، وشهد بتقول لي جيم، ميرا بتقول لي ألف، ها ليديا بتقول لي جيم، أنس طلبة بيقول لي برضو جيم، شهد بتقول لي جيم. تمام، برافو عليكم، برافو. في حد برضو مريم؟ لا مركزي يا مريم، انت بتقولي داليا يا مريم. يا اولاد مين اللي اكتشفوا ان الكائنات الحيه كلها بتتكون من خلايا؟ شلايدن وشوان. ليه شلايدن وشوان؟ شلايدن قال النباتات بتتكون من خلايا، وشوان قال ان الحيوانات بتتكون من خلايا، فبالتالي كل الكائنات الحيه بتتكون من خلايا. يبقى مين الاثنين اللي كلامهم وصلني ان الكائنات الحيه كلها بتتكون من خلايا؟ شلايدن وايه؟ شلايدن وشوان. تمام، بص على سؤال كمان طيب، أي من الآتي يعرف النظرية الخلوية؟ هل النظرية الخلوية اللي بتقول لي إن الخلايا تنقسم وتتضاعف وتتحور، ولا النظرية بتنص إن جميع الخلايا متطابقة وراثيا، ولا النظرية بتنص إن جميع الحيوانات الحية تتكون من مجموعة من خلايا متخصصة، ولا هي النظرية العلمية التي تنص أن الخلايا هي الوحدة الأساسية للحياة وهي التي تكون جميع الكائنات الحية؟ ايه العبارة الأشمل والأصح لكل العبارات دي يا أولاد؟ ها، سؤال رقم 5، ايه العبارة اللي شايفينها أصح واحدة فيهم؟ تمام، سينا 14 جيم، برافو جورج، برافو. خلينا بسرعة 15 عشان احنا خلاص هننهي الحلقة إن شاء الله. ها، رقم 15 بقى يا أولاد. ماشي يا سارة، انت قلتي بقى في السؤال يا سارة، كان المفروض رقم 14، رقم 14 كان جيم يا سارة مش باء. ماشي، انا عايزين 15 بقى يا ولاد، عايزين 15. السؤال رقم 15، لسه في 14، 14 كان جيم صح. ها، 15 بقى، 15، 15. حد بيقول لي دال، ضحى، برافو. ماشي يا ندى، انا بقولش اسمك، جاوب يا ندى وانا هقول اسمك. جنى بتقول دال، حبيبة بتقول دال. ماشي، أميرة، مين مؤسس النظرية الخلوية؟ بصي، هما الثلاثة ليهم دور في النظرية الخلوية، شلايدن وشوان وفيرشو، بس اكتر واحد دي تأثير هو فيرشو، لانه وصل لحاجتين في النظرية الخلوية يا أميرة، بس الثلاثة ليهم دور في النظرية. لكن لما نتكلم على المؤسس يبقى أكتر فيرشوال، إن هو يعني وصل لمعلومتين. أحمد بيقول لي دال، نيروز بتقول لي دال، تمام، جنى بتقول لي دال، برافو عليكم. فعلا هي النظرية العلمية اللي تنص إن الخلايا هي الوحدات الأساسية لجميع الكائنات الحية. إحنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا، إن شاء الله هتلاقوا في عندكم روابط فيها الأسئلة دي للآخر، حتى الأسئلة اللي إحنا لسه ما حليناهاش بصوا عليها، راجعوا عليها، وفي عندنا الأسئلة اللي إحنا حليناها قبل كده أهوت، كانت أسئلة برضو على الباب الأول، وعندكم رابط، الرابط ده بتاع امتحان هتدخلوا عليه للباب الأول كله والفصل الأول من الباب الثاني، وبالتوفيق إن شاء الله ليكم إن شاء الله في الامتحان التجريبي، وإن شاء الله لو أمكن لنا إن احنا نوصل للأسئلة بتاعته ممكن إن شاء الله نبقى نناقش فيها في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.